السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله بدي أعملكم كوارع. طبعا أنا غسناها بمي دافية وحطيت لها خل وملح، بس عشان إني ما أطول عليكم بالفيديو غسلتها منيح زي ما أنتم شايفين، ما فيها إشي، نظيفة غسيل مرتين ثلاثة، وحطيتها بالمي الدافية، حطيت معلقة خل ومعلقة ملح ونقعتها. هاي الطريقة الأولى اللي بدنا نعمل فيها الكوارع. حطيت مي سخنة على الغاز، خليها تغلي عشان أحط فيها الكوارع والبصل والفلفل. الكوارع زي ما انتم عارفين ممكن يكون فيها شوية شعر، ممكن يكون فيها شوية شعر. هذه القطع الموجودة عندي ممكن زي هيك يكون فيها شوية شعر، لازم اشعوطها على راس الغاز، او في عندي انا مثلا عندي آلة بشعوط فيها، او على راس الغاز زي ما هو موجود عندك. بنقيم كل الشعر اللي فيها، افرجيكم كيف على راس الغاز بدي اسويها. بمسك قطعة الكوارع وببعدها شوي، لأنه انتو بتعرفوا الشعر دغري بس يمسك فيه النار بنحرق لو من بعيد، فهيك عشان ايدك برضو تضلك تشعوط فيها زي ما انتو شايفين. لما كل الشعر اللي على داير مدورها يروح زي ما انتو شايفين، ما بنطول عليها عشان ما تنحرق. شعبطها مزبوط، بنعمل كل القطع الموجودة عندي نفس الطريقة. وين ما في شعر او شيء يعني بدنا نشعبطه بنلف على راس الغاز وبنضلنا لحد ما ننظفها مزبوط. ممكن مثل هيك، مثل هاي الآلة ممكن تكون عندك أسهل لك للشعوط، نشعوط كل الشعر الموجود في هاي أو في الغاز الموجودة عندك ممكن تعملي فيها. وخليني أشعوطهم كلهم أفرجيكم شو المرحلة الثانية. وهيك بعد ما شعوطت الكوارع وغسلته مرتين ثلاثة غسيل مظبوط تحت المي، يكون الماسورة مفتوحة وتغسليها مرتين ثلاث، هيك صار جاهز لأني أعمله الشوربة. بس بستنى المي اللي حطيتها على الغاز تغلي عشان أفرجيكم شو بدي أعمل فيها. هيك بعد ما المي غليت بدي أحط البصل وورق الغار، قطعت فلفل حار، هذه طبعا حسب الرغبة. بدي احط الكوارع، بسم الله الرحمن الرحيم. بدي اسيبها لحد ما تغلي مظبوط وتستوي تقريبا نص استوى، برجع عشان احط لها البهارات. بدي اغطيها هسه واسيبها تقريبا، هي بتاخد على الغاز بحدود 3 ساعات 4 ساعات، لأنه لازم المرقة تبعتها تجمد تتسبك. فخلينا نسيبها على النار إن شاء الله وبرجع لكم لما تستوي. نص استوى مش استوى كامل. وهيك حمرت التومة، بدي أحط عليها البندورة والبهارات عشان أحطها على الكوارع. بدي أحط حبتين ثلاثة هيل عليهم، بحط فلفل اسود كمان، اذا في عندك حب كمان افضل، وكباب صيني كم من حبه، والقرنفل كمان كم من حبه. بدي احركهم مع بعض عليهم معلقتين صلصة. زي ما انتم شايفين خليهم
زي هيك، بحطهم على الكوارع. الكوارع له تقريبا ساعة ونص على الغاز، بدي احطهم اخليه يكمل استوى. زي ما انتم شايفين هاي الكوارع، بدي احط عليه البهارات والتومة، احركهم خليهم يتسبكوا زي لحد ما يستوي. هيك حطينا البهارات وحطيت ملح مع البهارات وحطيت الصلصة، وبدي اسيبهم تقريبا كمان ساعة ونص، يعني لهم ساعة ونص، كمان بدهم كمان ساعة ونص على الغاز. برجيكم اياها ان شاء الله بس تجهز. وهيك الكوارع صارت جاهزة بعد تقريبا 3 ساعات. ان شاء الله الطريقة بتعجبكم وبتكون سهلة عليكم، ويعطيكم العافية.